أسيلوي يشتاق لقمر الطائي، شاهدوا المزيد من التفاصيل. بعد أن قام الفنان أسيلوي بوضع لايكات على تصميم حب تجمعه مع قمر الطائي، أيضا ظهر الفنان أسيلوي في السيارة مع أصدقائه وكان يغني أغنية رومانسية كانت كلماتها عم واسي حليفي وإنت اليوم عني بعيد. والأغلب توقع أن أسيلوي يلمح عن قمر الطائي. من جهة ثانية، قام اليوتيوبر غت مروان بالأمس بالظهور في منزل كريم ولين، ووضحوا للجميع أن كريم ولين قام بالفعل بدعوة غت مروان لحفلة عيد ميلاد كريم، لكن غت مروان كان مرهق ولم يستطع الحضور. فشو رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I. كل الناس عم تقول انه انا وكريم متخانقين، ايوهم مش متخانقين، بس ما عزمني على عيد ميلاده. شو انا ما كنت عارف انه في عيد ميلاد. الله يسامحك، بس انا ما مفكر انه انتم المفروض انا اول واحد انعزم. ولا كلمه لو سمحتوا، ما تحكوا معي، ما تحكوا معي. على فكره انا بعزمه وهم ما تحكوا معي. شو سمعتوا؟